متابعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية مخصصة للسنة الأولى ثانوي إعدادي، مكون القراءة، الموضوع وصية. نبدأ أعزائي المتعلمين بتأطير النص. أولا صاحبه محمد الخامس، وقد اعتلى محمد بن يوسف عرش المملكة المغربية في 18 نوفمبر 1927، وقد كان المغرب في هذه الفترة تحت حكم الاستعمار. قاد محمد الخامس حركة المقاومة ضد المستعمر إلى أن حصل المغرب على استقلاله سنة 1955. تابع مسيرة النضال لبناء الدولة المغربية المستقلة إلى أن وافاه أجله سنة 1961، حيث خلفه على عرش المملكة المغربية ابنه وولي عهده الحسن الثاني. مصدر النص: نص موثق باسم صاحبه. نوعية النص مجاله: النص الذي بين أيدينا عبارة عن وصية ذات صبغة وطنية. نمر الآن إلى الملاحظة والاكتشاف، ونبدأ بدراسة العنوان. تركيبيا يتألف العنوان من كلمة واحدة، وهي مبتدأ لخبر محذوف، ويدل على توجيهات من الموصي محمد الخامس إلى الموصى الحسن الثاني. والوصية هي فن أدبي يعتمد على الحجة والأسلوب الحسني، وتتضمن نصائح وتوجيهات، وإذا كتبت تسمى رسالة، وإذا قيلت تسمى خطبة. الصورة هي صورة فوتوغرافية لمحمد الخامس يسلم الوصية لابنه الحسن الثاني. فرضيات القراءة: ربما سيتحدث النص عن وصية ملك لابنه حول أمه أو وطنه أو العرش إلى غير ذلك. نمر الآن إلى القراءة التوجيهية. طبعا علينا أن نبدأ بقراءة النص قراءة متأنية، ونقف عند مصطلحاته الغامضة. نبدأ مع شرح أول كلمة: دهمته، بمعنى غشيته وأصابته. طليعة أي المقدمة، الشهم الشجاع، الصد أي المنع والحبس، القصر بمعنى الغضب والإكراه، البطانة أي العشيرة الخاصة. الفكرة العامة: وصية محمد الخامس لابنه بوصايا وطنية ودينية وإنسانية. أفكار الجزئية: وصية محمد الخامس ابنه بالحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله عفوا. وصية محمد الخامس ابنه باتباع النهج الديمقراطي. وصية محمد الخامس ابنه بتثبيت النهج الإسلامي وإرسائه في المغرب. إلى القراءة التحليلية، ونبدأ بتحديد الحقول المعجمية. نقسمها إلى ثلاث حقول: حقل الدال على القيم الوطنية، الحقل الدال على القيم الإنسانية، والحقل الدال على القيم الإسلامية. القيم الوطنية أو الوصايا الوطنية: حافظ على استقلاله، دافع عن وحدته الجغرافية والتاريخية، كن أول المدافعين، سر في طليعة المناضلين. الحقل الدال على القيم الإنسانية: كن ديمقراطي الطبع، شعبي الميول والنزعات، كن من الشعب وإلى الشعب، متفقدا للرعية، سامعا للشكوى. ثم الحقل الدال على القيم الإسلامية أو الوصايا الإسلامية: حرص على تتميم رسالة أسلافك، لا تنسى أن المغرب من بلاد الإسلام، كن شديد الاهتمام بقضاياهم، تنصرها في المحافل الدولية. بعد الحقول المعجمية نمر إلى تحديد أركان الوصية. الموصي محمد الخامس، الموصى له الحسن الثاني، الموصى به الحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله، اتباع النهج الديمقراطي، تثبيت النهج الإسلامي وإرسائه في المغرب. الصيغة:
أوصيك بالمغرب، وكن يا بني ديمقراطي الطبع، وكن من الشعب إلى الشعب، حرص يا بني إلى تحديد أساليب النص. ونبدأ بأسلوب النداء، مثاله: يا بني يا ولدي، الأمر: حافظ على استقلاله، دافع عن وحدته، حرص على تتميم رسالة أسلافك، النهي: لا تنسى أن المغرب من بلاد الإسلام. التكرار: يا بني يا ولدي، المغرب، الشعب. التأكيد: إنه أسرتك الكبرى وعشيرتك العظمى. ثم ننتقل إلى استخلاص القيم المتضمنة في النص. أولا، القيمة الوطنية أو قيم وطنية وتتجلى في ضرورة الدفاع عن الوطن. ثانيا، قيمة دينية وتتجلى في ضرورة التمسك بالدين الإسلامي. ثم قيمة أخلاقية وتتجلى في ضرورة الاعتناء بشؤون الشعب قبل الأهل. والآن نصل إلى مرحلة القراءة التركيبية. يوصي محمد الخامس ابنه الحسن الثاني بأن يدافع عن وطنه ويحميه من كل ما يهدده من أخطار، وأن يأخذ العبرة من أسلافه مثل الحسن الأول الذي كان عرشه على ظهر جواده، كما يحثه أن يكون ديمقراطي الطبع، عادلا مهتما بشؤون الشعب قبل الأهل، ويختم وصيته بضرورة الاهتمام بالإسلام ونصرته. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأضرب لكم موعدا جديدا مع درس جديد. إلى اللقاء.